يا عم مدبولي. تسلم يا ست. عشت. مفيش ورانا الا الفراخ. طلع اكلهم ونزل. بس ما تغيبيش فوق ده يا عوايدي. حاضر يا ماما. كتير كتير. كتير كتير. طبعا حضرتك عامله شاطره عشان عيني مش طايلاك، انما لو قفشتك. طب تعالي تعالي، بقول لك تعالي طوعيني. خايفه من ايه؟ عارفه هتيجي ولا جيلك؟ حد يسمعنا. طب ثلاثة بالله العظيم، اما جيتي لا زعق ولم الجيران علينا. يهون عليك يا سيطاها، يخلصك فضحتي. طب تعالي بالذوق كده. طيب انط. طب نجون بتاعت خديك. خديك. اي 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 يا بابا يا بابا. طب انط. عملنا ايه في دنيانا؟ الشكوى مرة يا طه، ما يفيدها الا الصبر. قول امتى؟ نصبرنا كتير.
هو الصبر ده ملوش نهاية. مش لما نكمل الجهاز؟ يا سلام، بقى يعني اللي ما معاش ما يتجوزش. خد ادي جنيه يبقى دفعنا للراجل 4. ما هو انت مش فهمان يا خديجة، لو فضلنا على دي الحال كل يوم نحوش شيلن الجهاز مش هيخلص ولا بعد سنة. خلص الكتير يا طه، ما بقى الا القليل. مصيرها تتعدل. تتعدل؟ مش عارف هتتعدل ازاي. سهل بتنزلي مونا؟ طيب نازلين اهو. هو انا هفضل مشنوقه من عينيا لحد امتى؟ هات يلا بقى يا ام خليجه، خلينا ناكل اللقمه. يو لحد ما هو الاكل قدامك يا عم، دور زغطك بايديا. ما انت شايف في الغسيل اللي ورايا. يا شيخه ده عادي، هو الغسيل هيطيب. والله يا ام خديجه اللقمه من غيرك ما بتنزليش من زور. عايز انزل السوق اشتري لك حتتين قماش احسن، هدومك بقت هلاهيل. يا سته هي مسطوره، بكره تتعدل. هتتعدل منين؟ ده ربنا قال اسعى يعد وانا اسعى معاك، وانت ضارب لي الدنيا صارمه وما انتش فاضل الا للذكر والدروشه. نعم، ماله ذكر يا شيخ؟ هو في احسن من ذكر الله؟ ده هو اللي بقينا. طب خليك على رأي الناس، سأل قلبك وسأل ربك. تعالي يا بنتي كلي. حاضر يا ابو. ايه اللي معاكي ده؟ ستها شافني فوق السطوح فاداني حتتين اغسلهم. كبد عليكي يا بنتي، هتخدميه من دلوقتي تدبري. احنا هنرجع للسيره دي تاني. اهي خطيبته. لا كتبنا كتاب ولا علينا جواب، كل اللي عملناه قرينا فتحتهم. وهو هيعمل ايه؟ قلنا له يدفع لمهنه ثمن السرير والكنبه وهو بيدفع على قده، وكل واحد على قد طاقته. والله طيبتك دي هي اللي مضيعانا. لو كنت بينت له العين الحمراء كانت نحرر من زمان. الله، وهو الجدع متاخر؟ مش جات له شغله كويسه في اسوان وطلب ياخد البنت معاه وانت اللي ما رضيتيش؟ حتى حته البنت اللي ما حلتيش غيرها عايز تعيشها بعيد عنك، حرام عليك. ارضي بقى باسمتي، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خير يا معلم شلت. صباح النور يا اسطى. ما تنساش تحضر لي الشاي لحد ما ارجع. على عين. تشكر. خير يا معلمي. اهلا اهلا يا اسطفاها، نهارك نادي. تعال ما فرجك على البضاعه، تعال ارقم السرير. تعالي شايف السرير ده؟ شايف السرير؟ سرير قمر يا ابوي، نحاس جديد بمرايه. ايوه مفيش كده. ايه رايك؟ ربنا يوعدنا. خد يا معلم. ياخد عدوك. يبقى وصلك كام؟ ربنا يجعل استفتاحك لبن. كده يبقى وصلك كام يا معلم؟ الجنيه ده يتواصلني 4 جنيه صحيح. طب ايوه طب. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش تقعد تشرب الشاهي انت يا لبن. اقطع العمارة. احذف لي المفاتيح. البنات. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا اخويا، قول لي الله. يا واد الناس كلها خرجت ورا نسقها وانت بسلامتك لسه قاعد في البيت. يا اخي بتأمل فيك. يا فتاح يا عين. يا
يا ابني ما تحفش في الجبنة تحرق قلبك. يا واد هتموت نفسك. انت عايز نخسرك انت كمان؟ مش في زياد امك اللي ماتت من كتر الحش؟ قول الحمد لله يا شيخ. طب ما تقول يا صبحي بقى خلال كام لغمتنا. الله. قول الحمد لله بقى. ادي اللي انت فالح فيه من وكرش وبعثائة قرش. قرش؟ هو فين القرش ده؟ بداية فاضية اهي. تتلم على حاجة؟ مش كفاية اني تويك وباكلك؟ بقولت لك اديني قرشين اتاجر بيهم واهرب بيهم من وشك. لو كان قلبك على ابوك صحيح كنت تساعده، كنت جبت له قرشين بدل ما تلهف منه على طول. كنت وفرت علينا ال 15 قرش اللي بنديهم لطه كل يوم. تاني هنرجع للحكايه دي تاني. اهو على الاقل كنا عرفنا نحوش قرشين صحيح. تحويش تحويش، هو مفيش في الدنيا غير التحويش. هنعيش طول عمرنا كده ايحة على طول؟ دي نايبة ايه هي؟ حتى انت مش فاهمني؟ يا واد انا مش بخيل. اذا كنت بحوش قرشين فده علشان الحتة كلها تبقى بتاعتي. ما تقول الحمد لله بقى. تقول ايه يا اخويا ده؟ حتى النوخة بتعيرني بيها؟ ربنا يخليها من فضله يا اخي واسيبك الدنيا ارجعلكش تاني. ما طفشت قبل كده ورجعت تتمسح تاني زي الكلب. طب والله العظيم لو مشيت المره دي ما انا راجع لك تاني ولو دور تشحن. كلب ها بقى انت زينة الحياة الدنيا. يا اخي خرب خرب يا سمك. انا طبيب. السلام عليكم يا عم الحاج عسوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعله الصباح مبارك يا رب. الحاتم استعمل أصبح الوطوط رجع عيشه بعد ما طلع عليه النهار. مكتوب على ورق الخيار اللي يظهر الليل ينام النهار. عاوز كام؟ 11 قرش يا مدام. عاجبك كده؟ يا ترى كانت فين الصبح؟ اهو كل شغلي والارزاق على الله. مفيش فكة لسه، ده اول استفتاح. ولا ما بقى في رجالة في الحتة. الله يرحم ايامك يا بيومي. استنى شوية الفلوس هبعتها لك. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت بجري ورا اكل عيش. وسكرانه كمان. وانت مالك؟ جوزي قريبي ولا بتصرف عليا يا سعد؟ اوعى كده اوعى. Thank you.
فلوس. صباح الخير. ابوها الله يرحمه كان راجل طيب. خش يا بنتي خش خش. السلام عليكم. وعليكم الله يا سيدنا الشيخ. اتفضل. برضه هي اللي جت في التاكسي ده؟ هذا انا. وعد منكتب على جبينها. ربنا يهديها ويتوب عليها. امين. اتفضل يا شيخ عزوز، ادي الكتاب اللي قلت لك عليه امبارح. ربنا ما يحرمنا منك يا استاذ. يا صباح الخير يا صباح الخير. ما شاء الله. اللهم اجعله يوم مبارك. اللي كل عقصات ده قطعت لنا رجل الزباين متكال بقره مغوب دبري لما العبش متسيب يا معلم بهانا يا اخي ده كله بركه عشانك انت بكره دبرك الله الله لا يكشف أثارك الله يعلم إدارك والله صلي على النبي يا بركة النبي واللي نفس النبي نبي صلوا عليه حي هو الحي يا بركة النبي ودول كمان يا أخي أبونا يدينا أنا حي حي صباح الخير يا عمر. حي يا نور النبي صلوا على النبي يا بركة النبي وبالنبى النبي نبي الله الله يبارك فيك يا عفا يا راجل انت بطل البلف ده امشي يا بكاش امشي حيلك حيلك بس عليك انا 100 مرة قلت لكم الراجل المجنون ده ملكوش دعوة بيه، محدش منكم يكلمه. هيه ادعي لي يا أوفا. ربنا ربنا حنى عليك يا أوفا. ربنا حنى عليك. والله. تبيع عديدة يا أوفا. عديتك زارع حيد. Thank you.
طعم مدبولي. الله يعافيك. اهلا اهلا وسهلا، نورت الدكان يا بنتي. اهلا ليك يا عم مدبولي. خد حسابك. انتوا خدتوا ايه النهارده؟ 5 تبغيفه وبرشين فول. جاي حال طيب خليه معك بقى. طب خد. يا سيدي عاوزين نفرح وبيك عاد ونزفك بالشمع الاحمر. عدل يا ربنا يا معلم. ما كان شيء تعال. ما تخليش الخير يجي لعندك وتطرده. خير؟ هتاخدها؟ صراحة مفيش فلوس. تعالي وريني عندك ايه. عندي الخير كله، عندي الصحب بكر، عندي البريم. اهو كلام، والله ما حواليك الا الخسارة. يا راجل اعقل، فرتكت فلوسك كلها في اللعب، كفاية بقى. سيبك منه، ده رزقه وجالك، ما تطردوش، ما تسيبونا نستفتح. الله يا اخي معاك حق. بلاش النهارده. خدها مني وحياة ولادك. بلاش النهارده. وحياة ولادك. النهارده بلاش. خلاص. أعوذ بالله، لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل. إذا كان العجل حيبات عندهم خليهم يدفعوا له. حاضر يا أسطى. عجلك هادي لك أهي. لا لا أنا مش عايزة دي، أنا عايزة واحد تاني. حاضر يا مزمزين. نزل يا عبدو ال 26. يلا هات من هنا يا عبدو. أنتوا مالكوش أهل ولا إيه؟ يا دمت بلاش قلة أدب. ولا هلا وصل. البريم اللي فضلت والنبي تاخديها مني. لا 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 لا. خديها مني. امشي من هنا. يا جمال الناس. يا جمال الناس. ما تمشي انت كمان بقى. امشي. هات يا بيت وريني. الخوفه دي خلي الناس تاكل عيش. تعمل ايه؟ باخد شلم. ايه؟ اشتري ورقه تنصيب يمكن ربنا يعدلها. ها؟ تلعب قمار بفلوس غيرك؟ ليه؟ هي السبب تنطر فلوس؟ حاضر. انا غلطان. الفلوس ما تجيش الا بعرق الجبين. انت ما قلت لك انا اللي غلطان. الفلوس تجيب فلوس، مفيش حاجه اسمها حظ. حط ده في ودانك، فاهم؟ هات اوعى. خد يا بنت روحي شوفي غير ناس تكرطيه. يا باي ما تهدي خلقك، هو حد ضربك على ايدك؟ انا اوصى بكره تفرق كريم. وادي بكره
ألف جنيه يا حاج، خدهم منه يمكن تكون من نصيب. أعوذ بالله، أستغفر الله العظيم، ربنا يغنيها بالحلال. خلينا استفتح يا حاج. روح يا بنت الله يحنن عليك. اديني قصة 5 ساعة من يومياتي. ليه؟ هو النهار خلص؟ ما استفتحنا يا قصة، كان نهارنا لابن. يا ناس ارحموا، انتوا دايما كده عنيكم فتاحة للفلوس، ما بتشبعوش فلوس ابدا، كله هات هات هات، مفيش خد. ده انا بطلب من فلوس يا معلم. طيب خد يا سيدي وربنا المجازي. اسمع يا ولد اسمع، هات يا معلم، هات هات خد خد. اديني ورقة من الشيخ. اهي بفضلك. إلهي اجعلها من اسمتك خديجة. خدي تحويش النهاردة. تحويش النهاردة؟ يا سلام لو كسبت يا خديجة، لملى الحرد عليه وزفت بمزيكة حسب الله، ونعيش سوا في تبات وخلت سبعة. ولو خسرت؟ هتتأخر دخلتنا يوم، لكن برضه هنعيش في تبات وخلف سابعة. يا ريت يا رب. يا رب انت عالم بحل. يا رب استمع لها، دي دعوة ولية. فارغ من ده؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت ستار. والله عال بنتي انا هتلعب قمار، يا خسارة تربيتي فيكي. ارمي الورقة اللي في ايدك دي، عشنا طول عمرنا من الحلال نيجي على اخر الزمن وندخل الحرام بيوتنا، والله العظيم الورقة دي ما تخش بيتي، انت فاهمة؟ ارميها ارميها بقولك. هي 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 الخير والبركة. عايز حاجة يا مبارك؟ واحد صحيح عندك؟ لو انت واحد صاحي قول لك.
ناوليني الشارع يا فاطمه. تصبح على خير يا بطل. وانت من اهله يا كريم. هنرجع للزهر والكلام الفارغ ده. كل واحد واللي يجيبه يا حاج. لكن مش كان الذكر احسن؟ ملناش دعوة بحد. طيب. طيب يا سيدي طيب. ملناش دعوة. عفريتهم ابراهيم دي ما بتهداش ابدا. لا عفريت ولا يحزنون. تلاقيها عاوزه تاكل حاجات حلوه. تجيب لها نفرين ثلاثه يدقوا لها. وجراها المهابيل يجيبوا لها كل اللي تشتهيه الاسياد. يلزم خدمة. ربنا يجعله شهر مبارك. أما نفسي يا خديجة يطلع علينا القمر واحنا في بيتنا بقى. يا ريت يا طه. قلبي بيقول لي يا خديجة إن ربنا هيفتح في وشنا وهنعيش مبسوطين. يلا
البيت بصمال، عايز اروح شغلي. تتجوزيني احسن يا سنيه، وتتجوزي البيت احسن لك من الشغل والبهدله اللي انت فيه ده. عبدو انت لسه مش فاهم. انا فاهمك، فاهمك كويس قوي. اللي زيك ما تعرفش تنستر في بيتها. لازم تمشي على حد شعرها وتلف ورا كل راجل. ليه؟ هي مش دي الحقيقة؟ لا لا لا، حقها كله لا كده. قومي البسي كده. برضو تقول عليا كده يا عم. معلش يا سنية، معلش. قومي البسي وشوفي شغل. ده انا صبر على المر اللي انا فيه لغاية ما حوش قرشين واروح في حتة محدش يعرفني فيه. اعيش فيها بفلوس تعب عيشة تانية، الاقي لقمة نظيفة وكهربا تنور بيتي. يمكن عابل ابن الحلال اللي ما يحوجنيش لعيشة الذل والمرمطة اللي انا فيها دي. هيكون احسن مني؟ هيكون بيشتغل ويكسب من عرق جبينه، يقدر يصرف على بيته ويربي اولاده، يدخلهم المدارس لحد ما اشوفهم بين الرجالة زينة. طب ما هو لما بكرة ابويا يموت هتجري الفلوس في ايدينا. من موته علشان نتجوز؟ أعوذ بالله. يعني لو كان معايا فلوس كنت تتجوزيني؟ الراجل اللي يسترني ولا يحوجنيش أشيله في عينيا وأبقى عبد بالإيدين. معلش بكرة تعدل. ذوب عن عتابك وعن لومك يا ظالم ذوب. عن عتابك وعن لومك يا ظالم توب، يا ظالم توب، يا ظالم يا سطه. انا لازم انزل. لا لا لا، احسن امي تطلع. لو كنت تعشق وقلبك من غرام يدور ما كنت تعزل في يوم، ما كنت تعزل في يوم، ما كنت تعزل في يوم عاشق ولا تلوم. ودلوم بيشعل لهيب يا من كوانه كله.
ايه الحاجات دي كلها يا اسطى؟ للي يشتري واللي ما يشتري اتفرج. انا جاي وراك اهو. اهلا وسهلا. اتفرج يعني. وماله ما هو مطبخ. اوصل لحد المعلم بهالنا وارجع حالا يا اسطى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أما الزين أنتاك يا معلم. أمال 24 جرام بس أنت اللي ما عايزش تشد حيلك. يعدلها ربنا يا معلم. إيه هيعطي العجلة؟ انجاز يا واد يا صالح أنت وهو من هنا. أنا عارف يا بنات إيه ده اللي يخرب البيوت. تعملي حاجة يا حاجة؟ لا لا. هذه الناس فاهم يا بلويها علينا. هما العبرة هما مالهمش أهل يجيبوهم. والله العظيم اللي قعدت منكم اللي هو لقطم رقبتم. نستطيع. عايز ايه يا بنت؟ هو فين ده كسب البريمو؟ ما تقولوا لي هو فين؟ يا جماعة قولوا حاجة. نستطيعها. نستطيعها. ايه يا بنت؟ نستطيعها كسب البريمو. ايه؟ الفرح اهو كده. شوف حدايده كلهم فرحانين لك ازاي. الف نهار ابيض ربك كريم. اي والله تبقى بخشبك وتبقى من غيره. اسم اسمها واسمها اللي خلقها. اوفا منا وعلينا. ده ربك كريم عالم بحالنا. المال مال الله يؤتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير. حاج عطوت الورقة فين؟ الورقة يا حاج؟ الورقة يا ابني طلعت من نصيب وفا. وفا؟ اهدى يا ابني اهدى. اصبر طيب. اصبر؟ دي فلوسي. اعفر. ولا كاسدة. بس ايه واخد ده من عني؟ انت بقى ايه؟ انت بقى مالكش رجالة يعني ولا ايه؟ الورقة دي بتاعتي. بتاعت العالم. ده ممكن اسيبها.
يا مين بالعظيم ده رايح فيها عشان رجاله؟ انت كنت فاكر هما مش قدك ده وراها رجاله تحمير؟ اعقل وحط الكلام ده في مخك كويس. الورقه دي بتاعتي. الله، انا مش شاريها بفلوس. يا جماعه الله. يا جماعه اسدوا الشيطان وحد الله. هي دنيا بقت فيها اسلام؟ يا ابني يا ابني اعقل، انت راجل مؤمن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. ايوه ايوه سيد الشيخ، بس الورقه دي بتاعتي انا بشتريها بفلوسي. ذمتك يا اسطى، انا مش خدت منك شنب امبارح عشان اشتري بيه الورقه. الحمد لله، اهو انا بعضك لسانه شاهدين. الورقه دي وراكي انا، وانا اللي دافع ثمنها. اهو انا قدامكم شاهدين. طبعا يا رجاله الورقه دي ورقتنا. ايوه الورقه دي ورقه عم عماره وسعد، وانا شاهده. شاهده شاهده يا ضمريه يا خربانه الذمه، الهي يجيلك قطع لسانك. ان شاء الله انت واللي يكرهوني. يا فجره يا ليله القصر، دي ورقة ستاها. ورقة ستاها. اعملوا يا اختي، مش خطيب بنتي؟ انا من يشهد للعروسة على امها وخالتها وخمسة من حتتها. يا اختي وانت ايه حشرك؟ حشرة تحشر دارك وليا ما تختشيش. الله، ده انا مشتريها بفلوس. تعالى ليشي دي عزيزه، هي اللي شاريها دي ورقتها. والله يا ابني على ايه؟ يكون من نصيبك. ابعدوا عني، انا نبدي ايه بخط الله. دعم الصاب، كل الورقة بتاعتك انت. ما هو قول نصاب يا عد، نصاب يا صايع. وليه عايز تكلم؟ انا صايع يا حرامية. انه وريتك بقى جاي تقتلني. شاهدين يا جماعه، جاي يقتلني. طب وتيجي النادي مليك شغل عندي بعد النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. هو بقاش في الدنيا اسلام؟ هو ده بس اللي يقدر عليه، يعني مش حلقه اللقمه. لكن انت بقى حلو، بيني وبينك الزمن طويل. اخلص يا انت، اخلص. انا مش هتعبر، امشي من الدكان. اوعى تعدي باب مره تانيه، امشي. حروق الدكان على اصحابها. جزاء بيد الله. اكل لكم يوم ما قطعت خباركم. محروق الفلوس، الرجاله حضانا ازاي يا جدعان على شربة مية؟ بس كلام وضرب مفيش. بعد عني، بعد عني. بقول لك روح لابوك خليه ينفعك. عليك كده برضه يا طارق. بقول لك قولي من وشي، مش عايز اسمع صوتك. روح لابوك لوش النحت. انا قليل الاصل صحيح، تستاهل. يحصل بس كده، اصل صاحب كف خلقه ضيق. Thank you.
قوم يا ابني نصلي. قوم ربنا يهديك. اخزي الشيطان يا طه. ان كنت فاكر يا ابني ان المال راح، اللي بيرزق المال موجود. بقى يعني لا ينوبك دنيا ولا اخره. قوم الصلاه وجبت. قوم يا طه. قوم يا ابني. السلام عليكم. يا عباد الله، المال يغدو ويروح، ولكن الناس للناس، فلا تدعوا المال يفسد بينكم، واستغفروا الله وتوبوا إليه. ايه يا عم عزوز مالك؟ والله يا سيدنا الشيخ راسي ضارد. في ايه؟ لا مش حرام الفلوس دي تروح لقفة؟ يا عم عزوز، ربنا قادر على كل شيء، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني الفلوس دي لو كانت جاتني مش كنت سترت بنتي وفتحت لطه دكان على حسابه وعمرت الزاويه، وبنت غلبانه زي سنيه كنت تويتها وخليتها تقعد في بيتها بدل المشي البطال اللي هي فيه. يا عم عزوز، اللي عاوز الفلوس ما يستناهاش من ورقه يا نصيب. هي تجارتي هتكسبني مبلغ كبير زي ده. يا اخي اجتهد اكتر من كده. يا عم عزوز، لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أما صحيح صدق اللي قال، يدي الحلقة للي بلا ودان. أستغفر الله العظيم. استغفر الله يا حج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومين يفهم الكلام ده؟ أفا، سمعنا التعرض على أفا. يا ناس كتير غيره عندهم فلوس ما بيعرفوش يودوها. ساعة ما ضربت معك بريمو عمرك حبيبنا ومين قلوبنا بنقول وندعيها الله يديمو. مبروك يا أوفا، مبروك مبروك يا أوفا، مبروك يا اللي فارقنا ما فيش ستانا. مبروك 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 يا عندي فكرة يا دنيا عترة، في عندي فكرة يا دنيا عترة، إيه لو توافق ونرجع.
يبقى شركة ما تقول يا أمة. من بكرة تفرج من بكرة تفرج هو الله حي هو ولا له زي يا بنتي. كلي لك لقمة. قوم يا بنتي. ماليش دم. ده ابوك اللي بعتني تاني. قلت لك ماليش دم. مش عايزاكوا مش عايزاكوا. بتقول ملهاش نفسي تاكل. تغير حل اسأل روحك يا حاج. فرح ما تمت يا ولية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفين الخير ده؟ استغفر الله يا شيخة. بلاش هو ليه والحق يكفر. أعوذ بالله. أهنتم يا نسوان كده لسانكم لازم يدق في الفاضي وفي المليان. يعني الفلوس دي لو كانت جت مش كنا سترنا بنتنا؟ ولا عاجبك الوكسه اللي احنا فيها؟ ام خديجه خلي الليله تفوت على خير ولم لسانك. وما لمتوش هيحصل ايه؟ لا دي ما بقتش عيشه، نكد بالليل ونكد بالنهار. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما حد جايب لنا النكد اللي عقلك. سايب لي الدنيا باللي فيها وقاعد الليل والنهار تبسبس لما مررت عشتنا. انت سبب كل ده وكستنا وخليت الفقر ينزل علينا. لولا عقلك ما كناش وصلنا لكده. كله منك كله منك. بعد العشرة الطويلة دي تنزل انت لوحدك. انزل
ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. معلش يا معلم بلاش غنى الليلة. الله يوسع رزقك. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام. مبروك يا النبي فرحت لك قوي. شايف الناس كلها جايه تبارك لك. مين قدك الليله مين؟ امال يا جماعه فين الليله؟ الغايب حجته معاه يا بنتي. على كل حال انا جايه ابارك لأوفا. مبروك يا أوفا تاني. مسوا بالخير. يسعد مساك يا بنتي. مسكينه الله يلعن ابو الحوجه. ربنا يهديها ويرزقها بابن الحلال اللي يلمها. وهو الجواز سهل بالشكل ده؟ انا بقالي قد ايه بعافر عشان اجوز بنتي ولحد دلوقتي مش قادر. ليه مش قادر؟ مش قادر اجهزها. هو يعني لازم تجهزها على القشرة؟ يا سيدي مش القشرة، الضروري بس ما احناش قادرين عليه. ما تميل على حد من حبايبك تاخد لك منه قرشين على بال ما ربنا يعدلها. اهو أوفا بقى معاه فلوس مش كده يا أوفا؟ ايه رأيك يا أوفا؟ بكرة تفرق تفرق. وأوفا يبعزق فلوسه ليه؟ ما يشغل ماله أحسن. وعلى رأي المثل قال خد من التل يختل. الفلوس دي لازم تشتغل، بس المهم تشتغل في ايه؟ انا اقول مفيش الا قهوة كبيرة نفتحها سوا في العتبة. انت بمالك وانا درهالك. واتفرج بقى اتفرج بقى على الخير اللي حيجيلنا منها. عايز أوفا يفتح قهوة وفيها ايه يا مولانا؟ صدقني انا عاوز مصلحتك. السلام عليكم. على فين يا حاج؟ على على تصبحوا على خير. هذا يا بندق واحد شايل الريس وصلحه. حاضر. ايه رايك بقى يا أوفا نفتح قهوه في العتبه سوا؟ بكره تفرق. خلاص اتفقنا. تفرق بكره. الف مبروك يا أوفا. الف مبروك. ألف مش ماشي يا أوفا؟ ها؟ والشاي يا أوفا؟ معلش يا معلم خليه لبكرة. ما تنساش بكرة يا أوفا. عزوز زي ما انت عارف يا أوفا راجل طيب. يعني لو سلفته قرشين ربنا هيبارك لك في مالك. ولد كريم ولد كريم. اوعى تنسى بكره يا أوفا. بكره. السلام عليكم. نوم العواف يا جماعه. يا أوفا خد بالك. مع السلامة. ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا صفاء؟ طب وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جيت اطمن على أوفا. مساء الخير. ايه خير يا خير خير.
والله كنت نازل نشم شوية هوا. أكيد. أيوة أكيد. يلا بينا يا جماعة، خلي الراجل ينام، تصبح على خير يا أوف. أيوة صح يا أخي، الراجل عاوز ينام. يلا بينا يا جماعة. أيوة أيوة أيوة، الرئيس لازم يستريح. يلا بينا معلم مهنا، يلا بينا. صح؟ أيوة صح، يلا بينا. طب ليلتك سعيدة يا دوب. يلا يا ولد، يلا بينا. ما تيلا ها، ما تيلا. سعيدة يا رئيس. يلا. ايه الحكام عاد يا بوي؟ وانتم مالكم مال يا اخي؟ بالعربي عاوز نقول كلمة القفة. طب ما تقولها وتخلصنا. ابوي عاوز اقول لك كلمة سر انا يا اخي يا مكرع قوي. هو في سر بين الاخوان؟ معلش يا عم الهان، فينا خلي الراجل ينام. معلش. يلا بينا. معلش. ليك موقف في الدكان يا اوفا. ايه الحكاية يا جماعة؟ نخلص من واحد يطلع التاني ولا ايه؟ ما تفهمونا الحكاية ولا ايه؟ تعالى كده. أكتر منك، عشان كده جيت أنصحك لوجه الله. الله. فأنا عندي قرشين حبني بيهم عمارة. عمارة 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 عمارة. لو حطيت فلوسك على فلوسي يبني العمارة. نبنيها سوا. سوا حيكون في العمارة أسانسير. سير. أسانسير. أسانسير يطلع السكان فوق فوق وينزل بيهم تحت يفضل شغال زي المكوك، ناس طالعة وناس نازلة وناس خارجة وناس داخلة وطالعة ونازلة وخارجة وداخلة ونازلة وطالعة. حاجة تفرح. صحيح صحيح صحيح. وعشان ما اثبت لك حسن نيتي حكتب العمارة باسمي والاسانسير باسمك. هتحط فلوسك على فلوسي. ها اتفقنا؟ اتفقنا. ما تجيب فلوسك اشيلها لك امانة عندي. بكرة بكرة تفرق. بكرة تفرق. بكرة بكرة. الله الله.
اخرج احسن اتصوت ولم الكره. انا فين؟ الله، ده انا غلطت في شقتي. انا بحسب ان دي شقتي. سامح وحياتي تسامح. مش عاوز تسامحني؟ الناس كلها بتيجي هنا النهارده. هو حصل ايه؟ حصل خير، ربنا رايد لك الساعه. عايش ازاي يا مسكين في الدبكه دي؟ انت عاوز اللي يخدمك واللي يرعيك. انا مش ممكن اسيبك تعيش لوحدك كده ابدا. انا هخدمك وهطبخ لك بيتي وهنضفك وهدوقك. مش عاجبك؟ ده انا ثانية على سن ورمح. تعال 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 كده عجبك؟ طيب كده. ايه بتكنفرده بس؟ ردي ايه كنفرده؟ رد رد يا بيت امشي. وانت مالك؟ ليك عندي ايه؟ قلت لك اخرج ارجع بيتك. امشي امشي. ملعون الزمن اللي دخلنا عيشه الصفيح. الفلوس فين يا عفة؟ الفلوس فلوس فلوس ايه؟ عفة الفلوس. بلاش استهبال عليا انا يا عفة. قولي الفلوس فين؟ الفلوس هتقول الفلوس فين؟ يكون ده اخر يوم في حياتك. ما تتكلم. فين الفلوس يا عفة؟ بالورقه. اه مين؟ اهو هو ده. انت طه؟ ايوه هو. انا شفته وهو ماسك قفه في الضلمه ولو انا جيت في الساعه دي كان قاتل. ايه هو ده؟ بيوتنا.
فلوس؟ على فلوس ايه؟ فلوس اوفه. انا ما خدتش منه حاجه. تخافيش، انا شايفك بتجري. هات الفلوس قبل ما يفتشوك. قلت لك ايه؟ قلت لك ما خدتش منه حاجه. اسمعوا يا اوفه، ما معهوش فلوس، ما معهوش فلوس. قلت لك ما تخافيش، ما تخافيش. يا هات يا هات، انا ابوك، انا مش هوريك. ما خدتش منه حاجه، انا عزي عليك. قلت لك ما خدتش منه حاجه ابدا. فلوس عشان فلوس اوفا. شوفي يا اختي، عمرك اتقتل في بيت سنية عشان فلوس اوفا؟ لا يا اختي، ملوش فلوس. الفلوس ما انسرقتش، الفلوس لسه في العيش. فرخ ولد حرام. ايه ده؟ تعرف اسيبه التاني؟ مش فرق ابدا من عند المشوار. سابه طاهر عبده قرم، هو اللي ضرب اوفا. مال شريك شريكك شريكك. الراجل اتفق معايا على اننا نفتح قهوة في العتبة. ايه ده؟ انتوا هتتعركوا ليه؟ هوي احنا اربع انفار نتفق ونقسم الفلوس علينا. مفيش اتفاق، الفلوس بتاعتي انا بس. ايه؟ قصدي فلوس شريكي. كذاب، ده شريكي انا. هنفتح مطعم سوا. ايه؟ فلوسي you
هتكون الساعة كام؟ طب يا مولانا وحصل حاجة؟ البيا بحياتك عم عمارة مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا زمان الله 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 الله، وانت مربط كده ليه؟ مالك؟ وحصل حاجة يا جماعة؟ يعني عاجبك كده يا وش الفقر؟ انت السبب في المصايب دي كلها، ادي احنا ما بنيناش الفول. خد يا طه يا ابني، مفتاح دكانة عمك عزوز، ما احنا اتكلمنا سوا، اتفقنا انك تخش على خديجة من غير ما تستنى الجهاز. يلا يلا اتكل على الله. صباح الخير يا طه. صباح الخير يا معلم. ايه ده؟ بتعمل ايه عندك؟ مش تيجي تفتح دكانة الراجل ولا مات يعني؟ خلاص ما خلاص اتعدلت اتعدلت. افهمونا يا جماعة، ايه الشغل المهابيل ده؟ عزيزة عزيزة اوبا عزيزة راحت.